هاد السيد مسكين كيطلب الله يحسن العوان، شاف داك البنايه تما قال لهم دبروا عليا، شنو داروا ليه؟ شيروا عليا بالحجر. السيد طلبك قال لك اعطيني شي حاجه الله يرحم بها الوالدين، تقول له الله يسهل، هذا هو جهدك. كاع على كاع بغيتي تقبح قول له فايتينك بالصبر. وانت اخويا مشير عليه بحجر علاش؟ ايوا احنا تزادينا قبح، احنا تزادينا بشويه القوه، احنا ما طلبناش القوه. خونا مسكين ما دار حتى شي حاجه، لاح داك الحجره ودعاهم الله، الدعوه ديالو كتستجب في البلاصه. لا 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 فيستيها كليتيها. يلا سيروا ديروا القبس بجوج. اليوم ما يمكنش ما تضحك، جبت لكم اغرب لقطات اللي تصوروا بكاميرات المراقبه. كما كتبان لكم القطه في الشارع العام، يعني ما دخلاش ليها للدار، وهي جايه وكترش عليها داك الماء وتضربها. علاش لاله؟ ولكن الاخوان هاد القطه هادي غتشفي الغالي لكلشي، حيتاش غتاخذ حقها بيديها. اكل فقيرات امك. شدت فيها شده ديال الكلاب والله ما بغات تطلقها. الله يعطيك الصحه. جي عندي نشربك القهوه. لا لا جري. الحاج الله يهديك، راه الناس كتهبط لتحت حتى انت خصك تهبط لتحت، علاش كتطلع لفوق؟ راه كاينه واحد الحديده تما، علاش انت ضد الكون؟ ضد الحياه؟ هبط مع خوتك صاحبي مالك؟ ايوا شتي؟ شنو درت انا؟ اكيد دابا هذاك خونا تما راه تيقول لهم هبطوا هبطوا هو والو، طالعت قد البارابول، هبط اصاحبي لتحت، الله يهديك هبط مع الناس تواضع، كاع الليموني هبط وانت طالع مالك؟ ايوا احنا تزادينا قبح. طيور الجنة الإخوان، الدريري هذا ما بغاش يمشي للمدرسة و يسقط البنو ديال باه. ويلي باك شنو غيدير لك اليوم أصاحبي بعدا؟ بغيت نشوف الرياكسيون ديال باه ملي غيشوف هادشي في الكاميرا شنو غيدير؟ ما كايناش، قال لك البراء، راه أنا اللي بارئ لوالدك. شوفوا داك الحفرة اللي في الطريق فين ما كدوش شي طوموبيل كتزيد تكبر. شو قداش ولات دابا؟ مول الطوموبيل البيضاء عجبني، حبس وعطى الدماغ واحد 5 ثواني وفكر مزيان وقرر انه غادي يدوز من الطريق الاخرى، غادي يدوز سالم معانا. اجيو تشوفوا لي سر كتفاتي في العولة، لا غنمشي نيشا. قرار جيد، انا كنساندك تبارك الله عليك، بون كونتينياسيون. بالنسبة للناس اللي كتخاف من الكلاب، هاد خونا اليوم غيعطينا واحد الدرس كيفاش انك تتعامل مع شي كلب لاجم عليك في الزنقة. راه عرفتي على نيفو طالع، بحال داك خوني اللي كان طالع حتى هو تادا نيفو طالع، دار عنده حبس وقصدو. راه كنقصد بنادم انا. ولكن شوف ها هو غادي اهرب معلم. امي شنو درت انا؟ هاد السيد من هاد الفيديو اللي شفتو دابا عرفتو حكار، حيت شوف كليب صغير قد النملة شو كيدير له. تسير صافي ضمنو كلاه. بغيت كلشي يكتب لي في لي كومونتير شي اكبر شفت العشيه وقعت لك مشاكل في الزنقه. هاد الكليب هذا حكار كيما داك السيد الاخر، شافو صغيور بغى ياكلو ولكن غياخذ صرفو في البلاصه. اكل فقيرات. يا الهضر دوي ما ترجلو معانا شويه يا صاحبي، ترجلو معانا شويه، شبع عطنا قرف طيور جنه. ها والله كما فكوا داك السيد لا تلقاتو بالله، شو باقا تابعه؟ تحيه خاصه للقطوط الخوت، كنموت عليهم. هاد الشفار هذا نيكست ليفل، دخل لهاد المحل بالليل لقى الدري الصغير تيلعب تليفون ضمو، خداه وغادي بشويه، يعني ماشي تعلق ولا شي حاجه، ثقه في النفس. يا ربي نكون عا كنحلم. بالرجوله بلا ما نبداو نعيقوا على بعضياتنا، حتى انا باش كنمشي للسوبر مارشي كتبان لي شي رويحه بحلوله، كتضرب وحيدانه وكتحطها، هادي حاجه باينه، ولكن هاد السيد هذا لا، دوش بالريحه، صافي ها الاولى، ها الثانيه خصك تحبس. الريحة اللي دارتو ماشي هو اللي دار الريحة، راه ما يمكنش الخو هذيك، علاش هذيك الاخرى علاش؟ تا رجليك صافي غيسالي، رجليه دار رجليه دار يديه دار كلشي. لا علاش تما علاش؟ لا حول ولا قوة الا بالله العظيم. ما داك الضحك اللي ضحكني واه ضراتني هاد البلاصة، هذا راه يحبس ليا القلب هاد المنسخوطة هاد، هاد اللعيبة الاخرى ما فهمتش شنو هي بعد هادي، شنو هي هادي؟ شنو هي هادي؟ شنو علاش؟ شوكيتينا صاحبي اوكسيجين بلا كذوب، كتب لي في لي كومونتير شحال كضرب مرش، واش انت من داك النوع اللي بحال هذا ولا جوج رشيشات باركه ولا ما تديرش كاع؟ هاد المعلم هذا شوف كيفاش كيخلي الخدامه ديالو شحال هازين ديال الثقل، تخول هاز ثلاثه الصندوقات بلان، كل صندوقه فيها شي 15 كيلو خويا راه بزاف، تكيسن على الشباب باش ربي تكيس عليك شتي؟ طبيعي رابع انت مشيتي تغرست انت، كتفكر تربي شي كلب؟ شوف معايا هاد لا فيديو وانا متاكد انك تبدل القرار ديالك. شوفوا هاد الكلب غيطلع في الطوموبيل وبالغلط رجلي غيجي على الاكسيراتور وغيبقى مكسير حتى غدور به وغيضرب الطوموبيل الاخر. انا حاجه وحده بغيت نعرف هاد مول الدار شنو دار فيه، كتبوا لي في لي كومونتير الا كان عندكم شي كلب بحال هذا شنو غدير فيه، حيت بالنسبه لي انا كفيته.
اختي القطبان ديال الكلاب ما عمري ذقتهم. هاد المره غادي نذوقهم، غنطيب مك فوق الشوال. هاد السيريه جوج طوانيبيلات عزاز عليا، واحدة طوانيبيله صغيره كنمشي نلعب بها الكولف، والاخرى عندي طوموبيله باش كنمشي نقري بها الحاجات ديالي. انت جيتي ضربتيهم بجوج، عدويا الا جا عندي للدار وهجم عليا غيضرب لي طوموبيل وحده وغيمشي فحال. نسى اكثر من عدويا وبقى فيا الحال. غنقول الله اعلم، ولكن هاد خونا باين داير شي حاجه خايبه في حياته، حيت راه ما يمكنش هاد النحس اللي تابعو في موت تشارك غيدوز عليه الطويز خونا كيغيبو جوج المرات. هاد السيد هذا طرات له اكبر شمس العشيه تقدر طرا اي واحد في العالم. السيد مسكين هز فلوسه وغادي يتقضى فرحان. وين الفليسات مشاو؟ دابا اش غتجمع؟ دابا بغيتي تجمع راه ما عندك ما تجمع، راه مشاو. اه ويلي يلا جيبو عندي، والله الا جانا عندي الفلوس. اه كل كان فليسات عيبت الكلب ناعس في الطريق و تجي الطوموبيل، يعني صافي غادي كلاكسوني كلاكسون الاول خصو ينوض ويمشي بحال هو. لا ما تشاف فيها ورجع ينعس. حتى والله ما بغى ينوض كاع، راه كتكلاكسوني دابا. هيا تهبط عنده، يعني ما تقدرش تقرب ليه حيت مرا خافت من الكلب. هاي جي هاد السيد غير بغى يجرو. شوف الكلب تقول ضرب شي مارة ديال الدنيا والدين، خونا والو ما قاد تيزيد، ولكن هو جا اللي غيعرف ليه. لز الرباعية. تصور معايا اخويا، انت جالس مع راسك وكترتاح شويه من المعاناه ديال الدنيا والستريس ديال الحياه، حتى كيجي كلب تيجري تيعضك ويمشي. ما درتي يا بيديك ما قصتيها بسنيك. دابا هادشي تنقول لكم كتبوا لي في الكومونتير شي لعيبه حمقى طرات لك مع شي كلب. هاد الكلب دابا عايب كيقصدو صافي. السبب اش؟ والله ما عرفنا السبب والله. اش هذا؟ اش كدير انت تما؟ اخوان اللي فهم شي حاجه يشرح لينا، كيفاش جوج روايات دايرين فحال هكا؟ فهمتش. هاد السيد هذا لاجي عاود هادشي اللي طرا ليه لشي واحد، والله ما غيتيق. خونا جالس كيعمر فواحد البيدو ليسونس، ضربوا له الطوموبيل غادا سالتي ليه بشويه، وتقول باغا دير له برانك. والله الا غادا شو جايب لك تزيد في السرعه طق مشات. شوفوا الرياكسيون ديال خونا ملي غيسالي وغيدور. اش هذا؟ سلاد مازالك كنعيشو. والدرجه كيشوف هكا وما كتبانش ليه، يعني الطوموبيل راه مشات وضربات شي ضويره ومخبيه ليه. يلا دابا شنو غدير؟ لمن غتشكي؟ دابا انت خصك تلقى ديسك ديال زاد المجر ديال لمن نشكي حالي، حيت ما عندكش لمن نشكي، حتى واحد ما غيتيقك. ما تنساوش ديروا فولو وواحد اللايك وعينوا الفيديوهات الجايه، راه شي حاجه بزاف.